نسمع كثيرا عن مصطلح اليوغا ونتصور في أذهاننا جلسة للاسترخاء والتأمل، ولكن هل هناك حقا ما يسمى بيوغا الضحك؟ نعم، إنها موجودة بالفعل، وهي ممارسة فريدة من نوعها تجمع بين الضحك والتنفس اليوغي. وبحسب الخبراء، يمكن لأي شخص أن يضحك دون الاعتماد على الفكاهة أو حتى النكات. وفي بداية التدريب، يقوم الشخص بمحاكاة الضحك مع الحفاظ على النظر للآخرين في المجموعة المتدربة ليشجعوا بعضهم بعضاً، وهذا يؤدي بدوره إلى الضحك الحقيقي. تبدأ جلسات يوغا الضحك بالإحماء الخفيف والتي تشمل تمدد الجسم والتصفيق وحركة الجسم، وتستخدم تمارين التنفس لإعداد الرئتين للضحك. تليها سلسلة من تمارين الضحك التي تجمع بين طريقة التمثيل وتقنيات التصور. فعندما يبدأ الشخص بالضحك، تتغير الكيمياء وتتغير فيزيولوجيا الجسم، وتصبح فرصة تجربة السعادة أكبر بكثير، حيث أن يوغا الضحك ليست أكثر من استحضار الجسم والعقل من أجل السعادة. ومن فوائد يوغا الضحك: ترفع الحالة المزاجية، تحسن الصحة وتقوي جهاز المناعة، تزيد من الطاقة، إذ يحتاج الدماغ أكثر من 25% من الأكسجين لتحقيق الأداء الأمثل للجسم. ولكن ضحك اليوغا يعلم الناس الضحك دون قيد أو شرط حتى يتمكنوا من الضحك حتى في الأوقات الصعبة، ويوفر بذلك قوة في المحن، ويساعد الناس على الحفاظ على موقف عقلي إيجابي بغض النظر عن الظروف التي يعيشونها.